وعد اني ما اخسر ابدا في لعبه فوتبول سترايك. في الوقت الحالي يا جماعه عندي $2,000,000 ولازم احاول اني احافظ على هذا المبلغ وايضا نزيده لو ما خسرنا. خشوا مع بعض اليوم راح نقدر نزيد الفلوس هذه ولا لا. اسسوا لايك اشتركوا معنا في القناه وخلينا نبتدي مع بعض في حلقه هذه اللعبه قدامنا يا جماعه. وانتم عارفين لعبه فوتبول سترايك احنا دائما نسويها في القناه الثانيه، بس قلت اليوم لازم اجي واسوي تحدي لنفسي اني ما اخسر ابدا واحافظ على $2,000,000. بسم الله يا جماعه، انا ابحث عن اول منافس وجانا المنافس الاول ليفله مثل ليفلي، طاقاته تقريبا يعني طاقتي انا جدا قويه، فراح نشوف مع بعض كيف راح يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البدايه طبعا راح الحين يسدد، راح يكون هو المهاجم وانا الحارس. صد يا حبيبي، عندنا تحدي اليوم، الحمد لله صديناها. اما الحين فدوري عاطى تسديده قويه جدا. يا سلام يا اخوان، سجلنا الهدف الاول، كفو علينا. الحين في حيطه تسديده قويه للاسف سجلها، للاسف يا جماعه، لكن راح اردها. لا ما رديتها يا سيد، سددتها في النص للاسف فضاعت. ركز يا سيد، ركز يا سيد وصدها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اوكي الوضع جدا مخيف، خلينا نخلي كره لافه ونلفها بالطريقه هذه. لا كيف ضاعت؟ والله ما ادري. المهم دوره، الله يستر الله يستر الله يستر. وين راح يسدد؟ شكلنا خسرنا من اول مباراه يا جماعه في الحلقه. المهم عطى هذه، يا سلام في المرمى، كفو علينا. هاي اصدها، هذه اصدها، يلا روح شيل يا حبيبي. الحين دوري، دوري يا جماعه، اذا سجلت هذه راح يكون هدف جميل. فهمها يا جماعه فهمها. الحين دوره، ركز 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 معاه، ركز معاه. وين راح يسدد؟ يلا يلا يا حبيبي، طولت علينا. اوكي شكله متعمر يطولها. كره في القائم، كره في القائم. دوري دوري، عطى هذه، وين راح تكون؟ لا صداها يا جماعه. هذا صعب هذا صعب هذا صعب والله، هذا صعب وعقدني. اوكي خلينا نعطيه، لا شيلها شيلها. وعطى هذه قويه، يا سلام سلم. اول منافس كان منافس، كان فعليا يا جماعة قوي وفزنا عليه بصعوبة غير طبيعية. هادول المنافس اللي بعده، نبحث عن الخصم اللي بعده وخلونا نشوف من راح يجينا. اوكي جانا خصم ليفل اقل من ليفلي وطاقاته يعني المفروض نفوز عليه يعني. هندخل الملعب، 3 2 1 ليتس جو. خلني في الحراسة وعطني اول تسديدة. اوكي بغى يباغتنا من البداية لكن انا مركز معاه، فاذا خلنا نعطيه واحدة قوية ارضية. اوه ممتاز في الحراسة، جدا ممتاز في الحراسة. أنا خلني بعد أكون ممتاز في الحراسة وأصد الكرات اللي مثل هذه. المهم عطى هذه قوية، يا سلام سلم. واحد شيل، لازم أركز معاه. شلناها يا جماعة. الحين دوري، الحين دوري دوري دوري، يا سلام جميلة يا جماعة، سجلناها. أصد هذه نفوز المباراة، أصد هذه نفوز المباراة والمباراة الثانية أيضا فزنا فيها وخلصنا على المنافس. خلنا نشوف الحين كم فلوسنا صارت. صار عندنا 2,300,000، ممتاز. نبحث عن منافس ثالث، ثالث منافس عندنا. لحد الحين ماشيين بشكل ممتاز وما في ولا واحد تقريبا فاز علينا. ليفل 17، اوه هذا يا جماعه ليفل اعلى من ليفلي، معناته خبرته في اللعبه اكيد اعلى مني، فلازم اركز تقريبا في الموضوع هذا. اوكي اول تسديده سيئه 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 يا سيد، سيئه يا سيد. دوره للأسف سجلها. شكلنا بنخسر في هذه المباراة، شكلنا بنخسر في هذه المباراة. عطى في الشباك، يس في الشباك يس. دوري في الحراسة، دوري في الحراسة، وصدها. خلاص تعادل، رجعنا للتعادل. الوضع صعب بس خلنا نحاول. المكان صعب، المكان صعب، ما أعتقد أنه راح يسدد هناك. شيل شيل شيل، مباراة مصيرية بالنسبة لي. أوكي هذه، لا شالها، لا 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 لا، برا 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 برا. كرة مهمة جدا ضعيفة وفي الشباك، يا سلام. أصد هذه نفوز المباراة، أصد هذه نفوز المباراة يا جماعة، وخلصنا على المنافس اللي بعده. أقدر أقول يا جماعة دخلنا الجو، دخلنا الجو، نقدر نقول دخلنا الجو. اللي بعده عطني خصم، عطني خصم، انا متحمس، عطني خصم اخلص عليه. ليفل 14، ليفل اقل من ليفلي، خبرته اقل مني، لازم اكون مركز ولازم ما اضيع كرات ما لها داعي. البدايه راح تكون عندي يا جماعه، البدايه راح تكون عندي، فانا اتوقع اني راح الف الكره بالطريقه هذه. سيئه سيئه، ضعيفه جدا يا سيد، وسيئه بزياده. الحين دوره وشيل شيل، لا تخليه يسجل. اي شيل يا سيد. انزين دوري دوري، اتوقع اني راح اسدد هني، اتوقع اتوقع. بوم 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 بالشباك. دوره
برا 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 برا. الحمد لله الحمد لله، قلت لكم خبرة أقل مني. هني عطا، يا سلام، خدعناه خدعناه. دورة لا ما تروح، ما تروح يا حبيبي، ما تروح يا حبيبي. أوكي أسجل هذه نفوس المباراة، أسجل هذه نفوس المباراة. عطا قوية صداها للأسف، صداها. أصد هذه نفوس، أصد هذه نفوس. شيل يا عمي، أضعف كرة في العالم، لكن خلصناها وفزنا في المباراة الحمد لله. ما زلنا مستمرين في عدم الخسارة. فلوسنا وصلت 2,400,000. Let's go. جاء المنافس اللي بعده ليفل 13. أوكي ليفل 13 يا جماعة معناته ليفل أقل مني، أقل خبرة. لازم أستغل الموضوع في المباراة وما نخسر يا جماعة. فلهذا خبرتي تقولنا أنا أسدد في الجهة ذيك وصدتها. يا عمي هذه أخبر مني شكلها. شيل 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 شيل. أوكي شلتها. دوري حاليا، دوري حاليا. عطها أرضية، يا سلام، أرضية قوية في المرمى. أوكي ركز ركز برا. والله سجلت، والله سجلت، والله سجلت. لا يا سيد، لا يا سيد، حرام عليك يا سيد، حرام عليك. أوفش وأش وأش وأش. قوية كانت، قوية كانت. أوكي دوري دوري دوري. يس يس يس. تسديدتي كانت أسرع وأقوى. شيل 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 شيل. أسجل هذه نفوس المباراة، أسجل هذه نفوس المباراة، نفوس المباراة، نفوس المباراة يا جماعة. بالرغم من أنها أحرجتني بالمستوى الممتاز، إلا أن في النهاية قدرت أن أفوز يا جماعة في هذا اللقاء. الخصم اللي بعده، وين المنافس؟ وين المنافس؟ وين المنافس؟ ليفل 17. هذا يا جماعة شكله اللي راح يكسر هيمنتنا وسيطرتنا على الوضع. هذا ليفل أعلى من ليفلي، أخبر مني أكيد. لازم نركز معاه الحين. وش راح يسوي؟ تسديدة ضعيفة جدا، خلصت عليها وصديتها. دوري دوري. عطى هاي تسجيل. لا لا صدت في الحيطة يا جماعة، حرام حرام والله حرام يا سيد. يا أخي شكلها خسارة، شكلها خسارة يا إخوان، شكلها خسارة. يس 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 يس. ركز ركز معاه، ركز معاه. ايش راح يسوي؟ لا 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 يا سيد، لا يا سيد. تسديدة قوية الحمد لله. قاعد أسجل، هو قاعد يسجل وأنا قاعد أسجل. وين راح يسدد؟ وين راح يسدد؟ وين راح صد يا عمي، صد 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 صد. والله مشكلة، صد تسديدة قوية. لا صداها قوية بزيادة، كيف صداها؟ المهم دور الحين، دور الحين، دور الحين. الله يستر الله يستر الله يستر. صد يا عمي، صد الكرة. لا يا اخوان، لا يا اخوان، والله العظيم حرام. عدد كبير من الكرات ما صديت ولا شيء خلال المباراة هذه. اوكي ليفل اعلى من ليفلي، بس ما صديت ولا شيء. ممكن ريماتش؟ للأسف رفض الريماتش. خسارتنا هذه للأسف الشديد يا جماعة. فلوسنا صارت 2,400,000 فلوس. طبعا احنا ربحنا فلوس اكثر من ما بدينا الحلقة، لكن تبون نسوي حلقة اخرى ونفوز فيها المرة الجاية في كل المباريات؟ كتبوا لي تحت في الكومنتات. لايك واشتراك تابع المقاطع هذه. سلام.